بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد حياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الرحاب الطيبة المباركة من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم يوم الخميس ليلة الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تلاحظون يتم الآن تنفيذ الأوامر بغلق المسجد النبوي الشريف، وذلك لتعقيمه من الداخل. سيتم إغلاق المسجد النبوي الشريف يوميا بعد صلاة العشاء، ولن يفتح حتى صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر بساعة سيتم فتح المسجد النبوي الشريف، وذلك احترازا من انتشار وباء الكورونا، عافانا الله وإياكم وسلمنا الله من هذا الوباء الخطير. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الشرور والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا ويسلم أهلنا وذرارينا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مرض ومن كل وباء، اللهم آمين. أحببنا أن نطلعكم على ما يتم فعله في المسجد النبوي. وأنا للتو سألت العسكري، ها هذا أمامكم، يتم منعه، منع أي شخص من الدخول داخل المسجد النبوي كما ذكرنا لكم، احتراز من وصول الكورونا، وذلك لكثرة الجنسيات وكثرة المرتادين. كنا قد صورنا في صباح اليوم حركة المرتادين، وبينا لكم أن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد المرتادين والذين يقصدون المسجد النبوي الشريف من زوار المملكة من الخارج وكذلك من الداخل. طبعا تلاحظون الحركة هنا في هذا المساء، في هذه الليلة، حركة نشطة نوعا ما، ولكن على الرغم من ذلك فهي قليلة مقارنة بمثل هذا اليوم في المرات السابقة، لأنه يوم الجمعة كثير من زوار المسجد النبوي خصوصا من داخل المملكة يأتون لصلاة أو لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف، فالأعداد هذه تعتبر قليلة نسبيا. وكما تلاحظون الحرم القديم الآن مقفل. لا إله إلا الله، منظر مؤلم. المسجد النبوي الشريف تقفل أبوابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيما يبدو أيضا إفراغ هذه المنطقة من السجاد، سبحان الله. أول مرة نرى هذه الأبواب مغلقة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما باليد حيلة. إجراءات لا بد منها، ولا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة، وهي فترة مؤقتة ريثما يتم تعقيم المسجد النبوي الشريف. انظروا هذا الباب الجميل، باب السلام، مقفل. الآن يتم منع أي أحد يدخل كما تلاحظون. يمنعون الدخول كما ذكرنا لكم للبدء بإجراءات تعقيم المسجد النبوي الشريف من الوباء
الخطير مرض الكورونا. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم محمد ياسين الرئيس، وبالله التوفيق. السلام عليكم.